حملت مقاطعة حليب سنترال الناجحة والتي تفاعل معها جزء كبير من المغاربة أفسحت المجال أمام شركات أجنبية منافسة للدخول إلى السوق المغربية لإغراء المواطن المغربي من حيث الجودة والثمن واستعدادا لتلبية طلب المغاربة في شهر رمضان الفضيل. توافدت على السوق المغربية شركة فرنسية لإنتاج الحليب ستنافس لزرع ثقتها في المواطن المغربي، وعلى ما يبدو ستحدد سعرا يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك الذي تكثر مصاريفه الغذائية في شهر الصيام. ومن المحتمل أن يلقى المنتوج الفرنسي إقبالا من المواطنين سيما في ظل الخصائص المحدود لشركة تنتج الحليب وتسوقه بأسعار متقاربة رفضها المواطن المغربي بمقاطعة أكبر شركة للتوزيع بالمغرب. وأثرت حملة المقاطعة بشكل كبير على شركة سنترال التي انطلقت من العالم الافتراضي لتنتقل إلى الواقع. كلفت ثلاث شركات استهلاكية مستهدفة بالمقاطعة خسائر مادية فادحة قدرت بالملايير. هذا وأعلنت شركة سنترال دانون على لسان ناطقها الرسمي عبد الجليل القايمي أياما قبل حلول شهر رمضان الأبرك عن نية الشركة في التصالح مع المقاطعين المغاربة بمناسبة شهر التسامح، مبرزا أن الشركة وضعت مفاجأة بالأسواق تهم تسويق منتوج يوغورت والحليب الطري. وكشف المسؤول بالشركة أنه عند شراء 4 علب دانون يمكن للمستهلك الاستفادة من علبة مجانية، كما أن لتر الحليب أصبح بسعر 6 دراهم.